مساء الهنا ومساء السعادة ومساء الفرحة ومساء الحب. يمكن كل مرة بنقولكم نفس المقدمة دي، بس النهاردة بقى مختلفة شوية، لأن النهاردة عيد الحب. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحياتكم كلها حب وسعادة. الحب هو كلمة كبيرة قوي، يعني احنا مش لازم نستنى يوم معين أو نستنى مناسبة معينة عشان نجيب لبعض هدية أو نعبر لبعض عن حبنا. لا، الحب أكبر من كده. الحب مشاركة، الحب حياة، الحب وجود كامل. يعني الأول عشان ما أطولش عليكم، عايزة أرحب بهاجر حمدي زميلتي اللي دايما معانا ومكملة معانا السيزون الرابع. النهاردة أول حلقة في السيزون الرابع معاكم. مساء الخير عليك يا نور وعلى كل المشاهدين. زي ما نور قالت، الحب هو أجمل شيء في الوجود. الحب مش كلام بس بيتقال، الحب أفعال قبل ما يكون كلام. الحب تضحية، الحب عطاء بلا حدود، الحب اهتمام، الحب أحلى شيء في الوجود. زي ما نور قالت في البداية، حبوا بعض، ما تجرحوش بعض، ما تقولوش حاجات تجرح بعض، ما تزلوش بعض. الحياة قصيرة، مش مستاهلة أي صراعات، مش مستاهلة أي خناقات. عبروا لبعض عن حبكم حتى لو بوردة، مش لازم حاجة كبيرة، بس هتخليكوا تبقوا مبسوطين وتبقوا فرحانين وتحسوا إن الدنيا حلوة. وزي ما يعني زي ما بقول دايما، خلوا حياتكم مليانه طاقه ايجابيه. صح يا نور. صح يا هو. جالك هديه في الفالنتين ولا لا؟ لسه. مش سؤال عارف. سؤال خطفك كده على طول. لسه، يمكن النهارده بالليل. يعني بصي، هدايا الفالنتين حلوه جدا، بس انا يمكن بحب اكتر الهدايا اللي مش مرتبطه بمناسبه. يعني الهديه اللي من غير مناسبه تلاقيها مثلا بتهدي بيها حد او تجيلك من غير اي مناسبه خالص، من غير عيد ميلاد ولا فالنتاين ولا اعياد، هي كده عشان انا بحبك بمناسبه ان انا بحبك. ايوه، بس زي ما بقول لك ان الحياه نور بتخلي الانسان يعني ينسى حاجات كتير قوي. فزي ما تقولي، احنا محتاجين يوم زي ده عشان نفتكر ان احنا بنحب بعض، نشبط يعني فيه، نصدق. أيوة. نلاقي اليوم دوت. الله ينور عليك. فعلا بتحسي ان الحياه واخدانا، عيال، مدارس، بيتنا، شغلنا، بننسى نقول لبعض كلمه حلوه من كتر ما احنا مشغولين. فيمكن اليوم ده بنيجي نتشعبط فيه زي ما نور قالت. صح، بنتلكك بيه. تلككوا باليوم ده بقى كده. ويعني مش شرط الحب يبقى ما بين راجل وست او بنت وولد، لا، ممكن يبقى ما بين مثلا البنت ومامتها وباباها، عمامها، خالتها. يعني كلموا بعض في اليوم ده وتسالوا على بعض، اطمنوا على بعض. المكالمه نفسها هتبسط. يعني ان انت مثلا بقالك فتره ما كلمتيش عمك، ترفعي عليه التليفون: ايوه يا عمو، ازيك، عامل ايه، وحشتني، كل سنه وانت طيب. نفس الحكايه مع اي حد بقالك فتره او بقالك فتره ما تواصلتش معاه، المكالمه دي هتفرق كتير قوي قوي معاه، ممكن تغير له مود يومه وحياته كمان. يعني هتلاقي الموضوع اختلف كتير معاه. مش بس اللي هنقولها لحبيبنا، لا، الكلمه الحلوه هنقولها لامنا، لوالدتنا، لوالدك، لاخوك، لصاحبك، لصديقتك. يعني الكلمه الحلوه للناس كلها. عيد الحب عيد حب الناس كلها، مش بس المرتبطين زي ما الناس عارفه. هاتي ورده لصديقتك. في ورده اهو كتير. مش عارفه اقوم اجيبه لك، بس يعني كنت اجيبه لك، بس بعد الحلقه. انا عايزه اقول لكم ان احنا حلقتنا النهارده كانت هتبقى عن حب مرضى السرطان وحب مصابي الحروق. كنا جايبين معانا خبير تركيبات شعر، دايما كان بيبسطهم، دايما كان بيرسم البسمه على وجوههم، بس هو اتاخر شويه يمكن الطريق. احنا نحاول نتواصل معاه في الطريق، او على الاقل حتى ندخله مكالمه معانا. هو متخصص في تركيبات الشعر، وبيبقى مبسوط قوي لما بيبقى عامل تركيبات ديت لحد زي ما هاجر قالت مثلا مصاب الحروق. طبعا بيبقى الموضوع عندهم صعب شويه لو في حرق او حاجه، فبيبقى صعوبه ان الشعر يطلع تاني، فبيضطروا ساعتها ان هم يركبوا شعر. صح. او برضو مرضى السرطان عشان حالتهم النفسيه، بالذات الاطفال برضو بيبقوا متاثرين، او الستات لما الشعر عندهم بيقع، فده نفسيا بيتعبهم. فهو بيبقى مبسوط وهو بيعمل ده. حتى هو يعني اما كنا بنتكلم مع بعض عن الحلقه، هو حب ان يبقى اكتر موضوع نركز عليه مرضى السرطان ومصابي الحروق، مش بس ان تركيبات الشعر كشكل جمالي او تكميلي، لا، هي ساعات بتبقى حاجه بتفرق في نفسيه البني ادم نفسه، خصوصا التعبان. ان شاء الله يكون استاذ كريم محمد يكون يشرفنا بعد قليل. يعني عقبال بقى ما يشرفنا، هو كان بعت لنا فيديوهات لناس عندها صلع وراثي او ناس عندها ثعلبه، برضو كان بيرسم البسمه على وجوههم بالشبكيه اللي هي بتتحط. هو كان هيكلمنا النهارده عن
الشبكيه الفرنسيه. يا شباب يا ريت تنزلوا لنا بقى فيديو كده من الفيديوهات واحنا بنتكلم، ونشوف ازاي كان الشعر مفيش شعر خالص او الشعر خفيف وبدا يبقى الشكل طبيعي. ويعني انا لما اتكلمت معايا نور قال لي ان الانسان لو ركب الشبكيه دي ممكن ان هو يعيش حياته طبيعي، ينزل السباحه حمام السباحه او يغسل شعره طبيعي جدا من غير ما اللزق يفك، لانهم بيستخدموا خامات لزق طبي يعني. بصي انا بحب دايما ان الصوره تنقل لي الحاجه اكتر، فاحنا هم الفريق الاعداد طبعا بيجهزوا لنا الفيديو وهنخرج نشوفه وهنرجع لكم، لان زي ما بقول لهاجر انا بحب دايما الكلام طبعا مهم جدا، بس الصوره بتنقل الواقع بشكل اكتر، يعني لما بشوف بعيني الموضوع بيبقى ظاهر اكتر ومختلف اكتر. فاحنا ولا ايه؟ عايزين نحضر بقى الفيديو عشان نخرج فاصل والفيديو يتعرض على الشاشه. رجعنا لكم تاني وضيفنا الحمد لله وصل بالسلامه. الحمد لله على السلامه استاذ كريم. استاذ كريم محمد خبير تركيبات الشعر. الاخبار ايه الحلاوه دي؟ الشغل اللي اتعرض على الشاشه الصفحه. ميرسي ذوقك، ميرسي ذوقك جدا. انت عامله ايه؟ الحمد لله. الاخبار عامله ايه؟ تمام الحمد لله. انت كنت بتقول لي ان لو حد ما عندوش شعر خالص ان احنا نقدر نخلي شعره موجود ويبقى طبيعي ويتعامل معاه. احنا بن بن بنتكلم من نواحي يعني بنعالج الصلع الوراثي او بالنسبه اللي عندهم مرضى السرطان او الحروق. دي الحاجات اللي انا بحب اشتغل فيها، الحاجات اللي هي التيتل الصعبه شويه. بالنسبه لان حد بيركب فهو بيركب وخلاص، يعني احنا ما بنيجي بنركب لحد بنركب، انما بحب نشتغل الحاجات اللي هي القاسيه قوي بالنسبه لايه؟ تركيبات الشعر. طبعا في تركيب شعر رجالي، احنا عاملين مان وومن الاثنين، عندنا بتبقى الحاجات اللي على طول، في الحاجات البيزك دي بالنسبه للرجالي، هو التركيب الرجالي بالنسبه للرجال شويه صعب، ما بيبقاش متساهل زي السيدات شويه، السيدات ممكن الاكستنشن حضرتك بكلابس مع الشعر اللي اوريدي موجود بيبقى في دم فاوريدي بتقدري تداري الموضوع شويه، ما بيبقاش زي الرجالي، انما الرجالي الجبهه بتبقى لايف قدامي، فبتبقى مساحات الرجالي اضيق شويه وهي متهيألي الاصعب. لو اشتغلت رجالي صح تقدر تشتغل حريمي بسهوله، بيبقى طبيعي. طب وفي الرجالي بيبان بقى ان هو طبيعي ولا بيبان ان هو جدا؟ لو شفتي حضرتك حتى في الفيديوهات اللي احنا عاملينها
يعني 99% بيبان الحمد طبيعي. لله بيبان بيقدر بقى يعيش حياته الطبيعية عادي، حياته الطبيعية عادي، بينزل بسين بحر وفي عندي مشكلة. في عندي بعض العملاء بتعمل دايفنج في المياه، فبيبقى الموضوع في التركيب الرجالي التثبيت قوي كمان، ما بيبقاش الحريمي شويه بقى متسائل. لو انت عايزه بقى تعالجي شعرك بتلبسي بقى ايه زي الفاروكه كده، بتقوم جاي حطها زي الكاب كده على طول وايه ونازله، ما بتاخديش وقت يعني. دي بالنسبه للحريمي. طبعا في الحريمي بقى في الفنيات الرجالي بتبقى على مساحات ضيقه، وفي فول كاب كامل بيبقى بسوالف وورا كمان فبتبقى بيبقى شكل كامل. دي بيبقى بالنسبه للي هي مرضى السرطان الحروق اللي عندهم، فانت بتاخدي الاول الجبهه لغايه اخر الظهر، فدي بالنسبه لده بالنسبه للرجال. فبتكلم فنيات الرجالي بتبقى صعبه شويه. لا هي باينه من كلامك، لا باينه الموضوع اصعب شويه. الحريمي الحريمي بيبقى سهل، ممكن بقى تحط الهير توك مثلا في الحريمي فبيبقى ايه، فالشعر الاساسي بيداري شويه الموضوع بيبقى مش محتاج. انت ممكن تركبي الهير توك بيبقى على الاساس الشعر بتاعك لو غامق، ممكن تحط الاطوال اللي انت بتحطيها في الهير توك او بيسموها الهير توك اللي هو القطع، بيبقى خصل كده هايلايت، بيبقى مش محتاج ان انت كمان تعملي الايه الالوان تبقى يعني تدخلي شعرك لون تاني. تمام. انت كنت بتكلمني على الشبكيه الفرنسيه ومميزاتها وانها كويسه وكده، فقول لنا بقى احكي لنا شويه عن الشبكيه الفرنسيه. الشبكه الفرنسيه هي بتبقى حاجه عباره عن تول خالص، بتقدري تفرقيها جميع الجزئيات. تمام. بتبين هي البوصله بتاعتها بتبقى خفيفه جدا، بتبان البوصله بتاعت الشعرايه او بتاخد لون وات ايفر لون البشره بتاعت اذا كان حضرتك مثلا بشرتك غامقه او فاتحه، هي بتنسجم مع اللون العادي الطبيعي. وبتقدري تفرقيها يمين الاجناب كلها تجيبيها شمال. بالنسبه لان كل المساحه بتبقى على طول شويه بتبان طبيعي اكتر. بتبان طبيعي. صانع البسمه بقى حضرتك، صانع البسمه للناس دي كلها. فهو الواحد بيقدر ان هو يبقى ايه نفسيا شويه، انت بتعالجي الموضوع ظاهر طبيعي اكتر. لا وبتعالجي كمان نفسيه اللي جاي يركب ده، بيبقى يعني ممكن تبقى نفسيا صغيره صح، فبيبقى التيتلز معاه ان انت تعاملي نفسيا شويه اكتر من ان انت راح تركبي شعر وخلاص. صح تمام. استاذ كريم انا عايزه اقول لك للاسف هو الوقت خلص طبعا، انا بشكرك واكيد الكلام كتير ومواضيع طبعا لازم لقاء تاني عشان نتكلم بتفاصيل اكتر، وعايزين برضو يبقى معانا مودرن ونشتغل بقى على الطبيعه ونوري الناس ان شاء الله الشغل الطبيعي. وهنجي لكم مكنه جديده ان شاء الله احدث من سكس دي تبقى موجوده معانا في البرنامج، هنعمل شرح مطول عليها نورتنا. كان معانا صانع البسمه لمرضى السرطان ومصابي الحروق كريم محمد، تركيبات خبير تركيبات الشعر، نورتنا. نورتنا استاذ كريم، نشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده، استنونا الاسبوع اللي جاي.